في واقعة تعد الأولى من نوعها بمحافظة لحج، رفع تجار وملاك أسواق شعبية في مدينة العند بمديرية تبن دعوى قضائية ضد السلطة المحلية عقب قرار يقضي بنقل الأسواق القديمة إلى سوق جديد في طرف المدينة. ولما ينقل السوق هو معانا علينا بعيدة، نحن نجيب دي الصيد، وعندما يكون السوق علينا بعيد يكون مشكلة، بتحويل السوق هي مشكلة كبيرة. ونحن يعني ليش مشكله كبيره؟ مشكله كبيره انه يكون المواطن يعني تعب عليه لما يروح لما اخر السوق بعيد من معه 500 ريال هو يشيل لباس صيد ولا يجيب يشيل لباس سيكل. التجار واصحاب الاسواق القديمه يقولون ان قرار النقل السوق سيتسبب لهم باضرار كبيره، وسيفقد العشرات من المواطنين اعمالهم وخصوصا من يعمل بالاجر اليومي. رفعنا قضيه ضد السلطه المحليه وذلك بخصوص قرارها في نقل الأسواق الشعبية إلى سوق أحد المستثمرين حسب مراسلات السلطة المحلية، وهذا يعد أثر كبير على المواطنين وعلى ملاك الأسواق الشعبية في المنطقة، حيث أن عملية النقل سوف يتأثر منها مئات الأشخاص المستفيدين من هذه الأسواق. والدعوة اللي قدمناها نحن ضد السلطة المحلية هي إجراءات قانونية، وننتظر حتى تفصل المحكمة ويكون حكم المحكمة هو الفيصل بين السلطة المحلية ونحن أصحاب الأسواق الشعبية. السلطة المحلية كانت تريد نقل الأسواق بحجة أنها توجد زحام في الشارع العام، حيث أن إلى ما قبل عام 2018 كانت كل الأسواق هذه سوق الغات والخضار والأسماك والباعة المتقولين على امتداد الشارع العام. وفي شهر 2 2018 قمنا نحن ملاك الأسواق الشعبية بتكسير محلاتنا التجارية، وصفينا وأزلنا العوائق كامل من الشارع العام، ورجعنا الباعة إلى داخل المحلات، مما فسحنا المجال أمام حركة المرور السيارات وحركة المواطنين بمسافة لا تقل عن 10 متر أو 15 متر من الدامر إلى المحلات التجارية. في المقابل يقول مالك السوق الجديد بأنه شرع في البناء عقب موافقة السلطة المحلية وفقا لقرارات وإجراءات قانونية لإنشاء السوق، ونقل الباعة إلى أن العراقيل ما زالت تحول دون تنفيذ تلك القرارات. بناء على قضاء بتوجيهات من السلطة المحلية، إنشاء هذا السوق من السلطة المحلية بافتتاح محافظة لحج أحمد عبد الله تركي، ولا حد له هذه اللحظة ولا هي ثلاث سنين، ونحن ما فيش أي يعني نزول ولا أي حاجة. توجيهات وأوامر كلها واضح من المجلس المحلي، من الهيئة القضائية، من محافظة، كلها توجيهات واضح. بنقل البائعة من السوق من الشارع العام إلى السوق الجديد اللي هو بافتتاح محافظة لحج. هذا السوق نشأ ابتداءً بتكليف من السلطة المحلية مديرية تبن، وحتى وصولاً لأخ محافظ. هذا السوق كان عقد استثمار من السلطة المحلية والمحافظ بافتتاح السوق هذا بتخفيف عن الشارع العام الذي هو منطقة العند، بتخفيف الأعباء عن الشارع العام. بدورها السلطة المحلية أوضحت بأن نقل الأسواق الشعبية إلى السوق الجديد جاء وفق العديد من الإشكاليات التي شهدتها المنطقة، إضافة إلى عدم تسديد الباعة للرسوم المحلية، مؤكدة امتثالها للمحكمة. هذه الأسواق الموجودة هي ملك أشخاص من أبناء المنطقة، ووجودها في هذاك المكان يعني سبب كثير من المشاكل للخط العام للشارع العام، يعني فيكون هناك يعني اكتظاظ للشارع وزحمة بحيث وجود السيارات والمواطنين اللي يرتادوا هذه الأسواق، وسبب يعني كثير من المعوقات في الشارع الرئيسي. نحن طبعا اتخذنا إجراءات، وكان في هناك اتفاق على أساس يبنى سوق في طرف المدينة نموذجي واسع يستوعب يعني كل الباعة وأصحاب الأسماك وأصحاب القات، بما يخفف من الضغط الموجود في الخط العام في الشارع العام. فنحن ناقشنا هذا الموضوع في المديرية، ونوقش هذا الموضوع في المحافظة، واتخذت المحافظة قرار بتشكيل لجنة على أساس توجيه الباعة إلى هذا السوق بما يخفف من الازدحام والضغط في الشارع الرئيسي. طيب قضية الرفع القضية في المحكمة،
يعني هذا شيء يخصهم هم، هم يعني اصلا يعني حتى رسوم المديريه لا يدفعوها، مجموعه يعني بيحرضوا الناس لا يدفعوا الرسوم لا يدفعوا، وهذا سبب يعني خسائر للمديريه، ونحن مستعدين نواجه اي شخص يعني مهما كان في المحكمه ولا في الاستئناف لو يشتوا. فلنا اجراءات وان شاء الله اللجنه بتتابع عملها وتتخذ الاجراءات الصحيحه يعني بما يخدم المواطنين في هذه المنطقه ويخدم ايضا كل الناس الماره في هذا الخط. وبين هذا وذاك تبقى إجراءات نقل تلك الأسواق إلى السوق الجديد أمرا منظورا أمام محكمة الحوطة الابتدائية لتقول الفصل وتحسم الأمر لما فيه خدمة المواطن والتخفيف من معاناته بما لا يضر المصلحة العامة طبعا.